بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن المثال السابق تبع ذا كاونت، نقدر إحنا نيجي في الكلاس أو نيجي للكلاس ونقول إيه أو عفوا ذا كاونت دوت كاونت، استخدم الكاونت وقول يساوي صفر، شغل. لاحظ عدلنا على البيانات، هنا في مشكلة. أنا ما أبغى أحد يوصل له بالطريقة هذه، أبغاه يعد بدون أي مشاكل. فهنا شوف كيف نسوي، نجي هنا بدل ما هو public نخليه إيش؟ نخليه private. طيب كيف نقدر نجيب قيمته؟ نقدر نجيب قيمته فقط للاسترجاع، نقول public static int get count، جيب لنا الكاونت. لاحظ ريتيرن، وهذا مقصود الحماية، هذا معنى الحماية. الآن حيرجع لنا مين؟ حيرجع لنا الكاونت، حيرجع للمثال هنا. ارجع للمثال، شوف ما نبغى أحد يوصل له بالطريقة دي، فنقول the count لاحظ dot get count، شوف الكاونت اختفى، شغل. شايف أربع، أي خلينا نسوي اللي أول الطريقة على طول يعطيك ايرور، شغل يقول لك run anyway، شوف اعطاني ايرور. مستحيل، هذه فائدة الحماية، هذه فائدة الحماية. الان خليناه ايش؟ خليناه برايفت بحيث انه ما حد يقدر يوصل له الا من داخل الكلاس، وهذه الدالة فقط ترجع القيمة، كذا حميناه. وهنا عملية التعديل تتم، هنا عملية الزيادة. بكذا انا اضمن انه ولا كائن يقدر يعدل او ولا اي يعني اي شخص او اي كلاس من خارج هذا الكلاس ما يقدر يعدل عليه بشكل مباشر الا من داخل الداله ذي، لانه بداخل الكلاس. فكذا اضمن انه الكاونت محمي، يعني ما فيش اي كلاس حيعدل عليه او اي داله او اي تعديل مباشر. وهذه فائده البرايفت وفائده التغليف والانكابسوليشن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.